فرقتين في افريقيا كلها. النهارده الولد اثبت وجوده، النهارده كسبته، انضم للايمن الموجوده على شديد قناوي، اول مره يلعب دولي في ماتش زي ده، كسب ربيعه. انا بقول لك ثلاثه عبد الله السعيد، انت كسبت ثلاث اربع لعيبه دلوقتي في ال 10 سنين الجايين هيلعبوا باسم منتخب مصر. خسرت ماتشين وديين مش حتى في الاجنده الدوليه، ورغم كده بس كسبت اربع لعيبه ممكن هتعتمد عليهم في المستقبل. فدي دي ايه دي البوصله دي الماتشات الوديه دي السبب ان احنا بنلعب ماتشات وديه وماتشات قويه زي دي. طيب هقول لك حاجه كابتن زكي، بصراحه يعني انا اتفرجت على الماتشين. طبعا ماتش غانا انا يعني كنت متضايق منه جدا ومتضايق من مستوى الاداء، خصوصا في غياب بعض اللعيبه، وقلت ان لعيبه الاهلي ما تنضم هيفرق الموضوع. بصراحه ماتش كوت ديفوار كنت في بعض الاحيان بحس ان برشلونه بيلعب ساحل عاج. يعني في بعض بحس ان مش مصر، برشلونه بيلعب ساحل عاج من كتر الاداء والروعه والاستلام والتسلم والتحرك. وفجاه الاقي بعد سيطره تامه وكسبانين واحد جونين يجوا فينا في ثلاث دقايق. طب حاجه غريبه جدا. وبعد كده جون ثالث، وبعد كده سيطره تامه الشوط الثاني ونجيب جون وبنتعادل وبنعمل، وحتى في ضربه جزاء لعمر جابر كان ممكن تغير مجرى بتاع الجيب. فجاه يجي فينا جون، مش عارف كابتن زيزو كان بيقول ممكن طريقه اللعب اللعيبه ممكن ما تكونش متعوده عليها، فكره ان ما فيش ليبرو، يعني ممكن تيجي تكون مشكله في طريقه اللعب اللعيبه او امكانيات اللعيبه اللي موجوده. لا هو لسه ما كملش خالص. طبعا انت كابتن خالد لعيب دولي ولعيب، عارف كابتن عبد العزيز لعيب دولي واستاذ كلنا انت عارف، وبيبقى في كل ماتش وله ظروف. ماتش غانا احنا كجهاز فني كنا متضايقين اكتر من اي حاجه، مش عشان حاجه، عشان في حاجات الشغل اللي اشتغلنا عليها وشغلنا، ولو رغم الاولاد صغيره بس عملنا معسكر اسبوع وهنا في مصر ورحنا هناك واشتغلنا الاداء او الراجل طالبه من الناس دي ما حصلش. فهو كان زعلان اكتر واحد زعلان، ففي ثغرات وفي نقط سلبيه كثيره حاطين ايدينا عليها. اللعيبه ديت انت بتلعب رغم انك انت صغير وقدام الناس دي، بس كان كل الاداء لازم يكون احسن معاك من 100%. دي نستفاد منها في اثنين ثلاثه لعيبه تقدر تعرف في الماتشات القويه اللي تعتمد عليها، ممكن لعيبه هتعرف تعتمد عليه، لعيب لا ما اعتقدش انه هتعتمد عليه. في حاجات كتير جدا يعني في الكواليس بتبان لنا يعني يا كابتن حضرتك في المعسكرين دول شفت انه في لعيبه اثبتت وجودها وفي بعض اللعيبه ممكن يعني ما يكونوش متواجدين. بتطلع بقى مين اللي لعيب دولي ومين لعيب محلي. لازم ما دي الماتشات دي اللي بتبين. ما انت ممكن تلعب كينيا، ومع احترام كينيا ورواندا والدول الصغيره، واللعيبه دي بقى كويسه جدا، بس صحيح. انت مش هتوصل كاس عالم لما تلعب فرقه زي دي. صحيح. فانت دي حاجه كويسه، فلازم تبص لها من الناحيه دي، انت بتبني فرقه حضرتك يعني انت. وقعد الاسباب اللي احنا جايين فيها يا كابتن خالد، احنا بنعمل فرقه جديده نوصل كاس العالم. الحمد لله شايف ان احنا في الطريق الصح. فرقه جديده النهارده بتلعب النهارده، يعني اقول لحضرتك لو انت جيت شهر مايو 2012 واقول لك مثلا ان اول تصفيات كاس عالم، اول ماتشاتهم اول مره يلعبوا تصفيات كاس عالم، انني محمد صلاح حجازي تمساح بينزل شوط ثاني، هتقول انت مجنون هتلعب الاربعه دول في تصفيات كاس العالم، ورعبنا وكسبنا والحمد لله. لعبنا في غينيا وفرقه كويسه جدا وكسبناهم 3-2. فاحنا بنكون دلوقتي، ما هي المشكله يا كابتن، المشكله يعني ان شاء الله ربنا يكرمكم في المجموعه دي، هي المشكله في الماتش النهائي. انت هتلعب فرقه من زي كوت ديفوار عشان توصل كاس عالم، فرقه زي غانا عشان توصل كاس عالم. بالظبط، ما انا بقول قدام الماتشات بقى بتاع المجموعه دي باذن الله دي تذكر. وبعدين صدقني يا كابتن خالد وكابتن عبد العزيز، ماتش زيمبابوي الامور اتوضحت، مين اللي هيلعب، مين على الاقل 18 لعيب اللي هيكونوا في الماتش دولت، ربنا ما يجيبش اصابات ولا اي حاجه، الطريق اللي هتلعب، كل ده محطوط دلوقتي. بس انت الناس بتستغل الماتشات الوديه دي بانك تشوف، يعني بقول الاربعه اللي انا قلت لك عليهم انضموا النهارده للمجموعه اللي لعبت اللي فاتت الماتشات غينيا وموزمبيق. فانت ضفت اربعه اللي معاك للفرقه، فدي حاجه ايجابيه. طب كابتن قبل ما اسيبك مع كابتن زيزو، عايز اسالك سؤال. الناس بتلومك ان انت اخترت حارسين فقط، واحمد شناوي اتعور ما رضيتش تضم مع ابو واحد السيد، فعصام الحضري لوحده، رحت استعنت بحارس الريان عشان يبقى احتياطي لعصام الحضري. فازاي معسكر زي ده يا كابتن بتجيب كم هؤلاء اللاعبين ما تجيبش ثلاث حراس؟ طب لا، كان في ثلاث حراس من حضرتك، شريف اكرامي موجود، شريف اكرامي اتصاب قبل ماتش الاهلي بيوم. ايوه كابتن، بس كان لازم تضم واحد عشان يسافر معاكم. ما انا اقول لحضرتك، ما انت عارف الاجراءات اداريه وفيزا والخلاص البعثه على الاقل يجي لك بعد الماتش الاولاني مثلا. لا، ما هو الماتش الاولاني معدى وكمان وكل تمام، وكان موجود الشناوي والحضري والماتش الثاني الاثنين بيتخانقوا على اللي يلعب. الشناوي اتخبط، وقع من نفسه، محدش لمسه، في اخر ثانيه في اخر التمرين.
في اخر تمرين، فانت عندك جونين وماتش واحد. كان موجود شريف في الثالث، يعني ما كانش فيها مشكله. يعني ما شايف ان يعني ما يعني ان عندك ثلاث حراس اثنين يصابوا ما تحتاجش الا كل 10 سنين مره. كان في ثلاثه موجودين. كان ياسين اللي هو الحارس القطر اللي هو عايش في قطر، هو بيلعب في ريان محترف في ريان. فضمن ان هو ده احتياطي يكون موجود لو حصل لا قدر الله حاجه ان كان موجود، والشناوي يعني ظروف بتبقى خارجه عن ارادتك يعني. تمام، اتفضل كابتن زيزو. كابتن حضرتك حابب تسال؟ لا هي مش هساله، هو انا تصوري يا كابتن ان حته الاربعه او ثلاثه او اي شكل من الاشكال التكتيكيه كلها بتغني طالما ان اللعيب بيقدر يملى مساحات في الملعب. احنا عندنا بس المشكله الوحيده اللي هي لازلنا بنلعب بمفهوم 3 5 2 بنأدي بيه نفس المفهوم بتاع وائل جمعه ورامي او محمود فتح الله ووائل جمعه، كانت اخطاء كتيره جدا في النص جاءت عن اثارها اهداف. ما هي المشكله في حاجتين يا كابتن خالد. المشكله الاولى في الاطراف انه بيلعبوا بنفس المفهوم بتاع 3 5 2 ان هم رايحين جايين على طول على الخط بالظبط، ان ما واحدش بيضم. فدي نقطه. النقطه الثانيه ممكن واحد منهم بيطلع والثاني بيستقر، مثلا اذا كان مثلا ناحيه الشمال زي امبارح مثلا شديد مثلا بيطلع، يبقى مثلا عمر بيستقر مثلا. بس يا كابتن عايز اقول لك حاجه، المشكله الثانيه في عمليه دي مش لازم برضو الباك ليفت والباك يمين يكونوا طوال وبيعرفوا يلعبوا براسهم، لانه هيضموا عشان في بعض الاحيان هيضم ويكون سرد باك تاني. فانت قصدي ولا لا؟ يعني اكسامهم كلهم هجوميين كمان. انا بتكلم على ايه يا خالد؟ الحركه اثناء الاداء. واخد بالك؟ يعني بتكلم على لاعب يعني اللعب نفسه. فدي النقطه الاولى. النقطه الثانيه يا كابتن زكي اللي هي ان ممكن جدا واحد من الاثنين لعيبه اللي هم المحاور يبقى ده ليه دور معين في عمليه مقابله اللاعب المهاجم اللي جاي، بحيث ان اثناء الهجمه في الخط في الثلث الاخير بيبقى فيه لعيب اوتوماتيك بيبقى كما لو كان ليبرو عشان عمليه التغطيه. فهي دي النقطه الوحيده اللي تنقص اللاعب المصري عندنا. ولذلك لما كان مثلا شوقي مع حسني عبد ربه الاثنين في حالتهم العاليه جدا، كان ساعات الكابتن حسن شحاته بيلعب باربعه في بعض الاوقات، بس بيخصص واحد منهم ان هو يبقى دوره ما بيتقدمش خالص عشان يقابل اي حد بزياده. انا عجبني حسام عاشور امبارح. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن زكي. لا طبعا نقطه جميله جدا يا كابتن عزيز، طبعا ما يطلعش الا من راجل حضرتك قروي جدا. الله يخليك. دي اللي كان مزعل الراجل في ماتش غانا. فعلا. ان خط النص لما واحد بيتقدم واحد بيزيد ناحيه الراجل اللي بيتقدم ده من خط النص، بيقعد مكانه بيغطيه زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره. فدي النقطه دي الراجل برضه اتكلمنا واشتغلنا عليها، فدي نفس الحكايه. وبعدين تبص لها حضرتك الاجوان بتاع ماتش غانا حضرتك، البلانتي وكورتين ثابتين، فاهم حضرتك؟ يعني مش الكره اللي رجعت من وائل جمعه دي لاحمد الشناوي قلشها يعني كورتين مش في الكوره، يعني تعرف حضرتك مش في الكوره. والثانيه الشناوي بيشيلها جت في نص الملعب، بس دي اخطاء وكويس انها بتحصل في ماتشات وديه يعني، والكوره ثابته الهدف كره ثابته وتعامل انما اللي طبعا احنا حضرتك زي ما بتقول حضرتك ده اللي كان مزعل الراجل ماتش غانا، ان الحاجات دي التكتيك الخطه اللي احنا بنعملها الاربعه امتى ده يزيد وخط النص يعمل ايه، ولو ده زاد يقف ده بيقف، ما حصلتش. كان حصل الثغره ده، فطبعا دي نقط هو بيتكلم مع اللعيبه واشرحها اللعيبه، وقعدنا تاني وشفنا ماتش تاني وشفنا اللعيبه تاني. وماتش بتاع الهجبه حضرتك لو انت عارف احنا ماشيين كويس، كابتن خالد بيقول زي برشلونه والكلام ده اللي حصل لحضرتك، انت عارف ظروف ماتش ضربه جزاء بتغير الماتش كله. بس انت ما كنتش يا كابتن سعيد، انا في وقت من الاوقات الله انا قلت ايه مصر تلعب حلو قوي يعني، وانا قاعد وانت قاعد بره اكيد كنت سعيد بالاداء في فترات من انا بقول لك كنت عارف ده حضرتك بيكون بيغير وبعدين ده الخبرات، دي الخبرات ان الجون بيخش في الجون. انت في ماتشات زي ده بقى اللعيبه بعد كده لما تيجي لو حصل لا قدر الله في رسمي وبتحصل خلاص عرف بقى اذا ما استربعش. انت عارف ان اداء منتخب مصر ما يدلش على النتيجه. لا ما انا بقول لحضرتك احنا كتجربه وحطيت من سهل عاج، وبعدين يعني ولاعيبه الاهلي موجودين في سهل عاج بس برضه ناقصين كتير يعني حضرتك. وعلى فكره الكره بتاعت احمد فتحي مش ضربه جزاء، وكره عمر جابر ضربه جزاء. بتاع جده وجده ضربه جزاء صح. والجون الثاني بتاع احمد فتحي ماليش قوي، بس احمد فتحي والجون عشان يشيل الكوره اللعيب زقه، يعني الجون الثاني اللي جاي الاول بدايته اللعيب زقه. بس احنا بنعيش لا كويس بيحصل ده والراجل مبسوط ده، ما تتكلم الحكم حكم مهما كان القرار صحيح العب وخلاص، يعني دي حاجه بالنسبه لنا اهي ما فيهاش اي حاجه. هي الترقيصه بس ما يترقصش هنا احمد طبعا راجل، بس ما كانش يترقص في الحته دي. بس هو برضه هو عارف ان حاجه كويسه في ماتش ودي، احمد عارف احمد استفاد دلوقتي، احنا بنبص على الصوره من كل الصور، ما بقاش لنا بس
الناس بتحكم دلوقتي ماتشين وديين وانت بتلعب مع 18 لعيب وبيحكموا على الحكم بتاعت عمر جابر. انما بقول لحضرتك النهارده كسبنا اربعه، يعني احنا كجهاز يعني كسبنا اربعه. انا يعني كواحد من الجهاز مبسوط جدا ان الاربعه دولت هيبقوا اضافه كبيره. هقول لك مين عمر جابر، احمد شديد، قناوي، ايوه، رامي ربيعه، مش عارف الرابع مين. لا حسام عاشور. وحسام عاشور طبعا، حسام عاشور موجود، حسام عاشور بيلعب وغير كده. لا، عبد الله السعيد حضرتك، عبد الله السعيد في ماتش زي ده وفي خد واجبات دفاعيه وأداها كويس بس جدا. يا كابتن هقول لك، يعني انا طبعا عبد الله حبيبي كل حاجه، بس عبد الله كان وحش قوي. عبد الله كان ما كانش في يعني مش مستوى عبد الله اللي احنا عارفينه في ماتشات افريقيا مع النادي الاهلي الاولانيه. يعني كان واخد دور هجومي اكتر، النهارده واخد دور كان واخد دور هجومي اكتر النهارده بيلتزم بدفاعي، ورغم ان هو بيقول لك هو ما كانش مستوى بس تبشر كمدرب بيشوفه، ممكن كمان ان شاء الله مع شويه شغل كمان مع عسكريه شغل هتشوف عبد الله كمان ان شاء الله مع عوده الدوري كمان يا كابتن باذن الله. يا ريت يعني هتفرق كتير جدا، صعبه جدا يا كابتن ان شاء الله. عندنا مفيش اعذار كابتن زكي يوم 6 فبراير كان من المفترض ان يكون في مباراه تشيلي، ويقال ان تم الغائها بسبب التاشيرات الاتحاد الاوروبي، وفي كلام ان استبدالها بالسنغال او السنغال. المباراه دي فيفا دي اجنده دوليه، هتلعبوا مين ان شاء الله؟ اللي هو يعني احنا طبعا لحد النهارده بكره ان شاء الله في الامور وضحت اكتر. كابتن حسن فريد، كابتن محمود الشامي، الصوت ان شاء الله في جوابات هتوصل بكره لسفاره اسبانيا، هيسهلوا موضوع الفيزا ان شاء الله. ماتش تشيلي يعني الاقرب ان شاء الله ان احنا نلعب تشيلي، وهيبقى ماتش كويس جدا وماتش قوي جدا وماتش هنستفاد منه. مدارس مختلفه، الناس بتعرف تمسك كوره، بتتحرك من غير كوره، والسبب انهم عاملينه في اسبانيا يعني حتى عشان برضو المدربين عندنا برضو يعرفوا كده، لان اما بتمرن فرق معظم محترفين في اوروبا، فالمدربين الكبار دول عايزين فرق في اوروبا، ففي اكثر من 12 لعيب من تشيلي بيلعبوا في اسبانيا. ما عرفتوش هتلعبوا على ملعب ايه في اسبانيا؟ لا لسه ما اعرفش الملعب، انا اعرف انه في مدريد. تمام. طيب يعني مثلا أليكس شانشيز مثلا في برشلونه، تشيلي يعني، فالمدرب عايز عشان اللعيبه، لانه في بديت بيجي قبل الماتش باربع ايام، فمش عايز جره اللعيبه مثلا يروح دبي او يجي القاهره وبتاع، ده موجودين كله حواليه، فده السبب ان الماتش هتلعب في اسبانيا. كابتن عندك عصام الحضري، عندك شريف اكرامي متعور، عندك احمد الشناوي متعور، مين اللي حضرتك ممكن تضمهم مع عصام الحضري الفتره اللي جايه؟ حضرتك انا عارف السؤال، انت طارق بص يا خالد انت خبيث شويه، عايز لا والله لا والله انا بسالك عادي والله. انا عارف، لا والله لا طبعا، اقول لك حضرتك لو خلينا واقعيين يا كابتن خالد، لو بكره كاس العالم ورايحين بكره ان شاء الله كاس العالم، عبد الواحد والحضري يكون موجودين، مفيش، لان لازم تاخد اثنين خبرات. ان حصل حاجه لازم الثاني يكون فيه جول خبرات. تمام. احنا بناخد الماتشات دي، بناخد نحاول نحط خبره، بناخد اثنين صغيرين عشان ياخدوا خبرات يلعبوا. ايوه، مين حضرتك في دماغك كابتن زكي يعني دلوقتي؟ هنشوف حارس شريف اكرامي ان شاء الله، ايه لان هو الشد بتاعه. مين الثالث بقى؟ فاضل لنا لسه اسبوعين يكون ان شاء الله حسن، وبالتالت بقى ان شاء الله لو في، لكن بقول لك هنبص بقى المنتخب الاولمبي فيه على الوسط. في حارس مرمى منتخب الشباب كويس بتاع الاسماعيلي. انا قبل كده والكابتن ربيع يشهد بكده، لان انا عارف انا التجربه دي عملتها في امريكا. مسعد عوض. انا كنت مسعد، انا طلبت قبل كده بس كان عنده امتحان دبلوم، وقبل كده برضه في معسكرين ثلاثه، وكان في ظروف تيجي، بس ان شاء الله انا اتمنى، لان انا عايز يعني لان الناشئين احنا جايين زي ما بقول لحضرتك تبني، فالولد موجود في الصوره على الاقل يجي يتمرن مع الحضري. كابتن زكي اتفضل. كابتن زكي قول للشناوي يعني ان شاء الله ربنا يشفيه، يركز وينام بدري. انت انا ما اضربه يا كابتن خالد. ماشي، عشان انا بجد انا بحبه وخايف عليه. لازم يركز، لانه من ساعه ايام ما كان في المصري كان عالي جدا 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 جدا، دلوقتي مستواه نزل حتى لو ما بيلعبش. لا بص، لا يعني رب ضرر نفعها، الاصابه دي جات له ان شاء الله الحمد لله، انا يعني ثلاث اسابيع وظروف ما ان شاء الله، بس هتفوقه وتعرف انه ممكن مستقبله يروح في اي حاجه، فلازم يركز زي ما انت بتقول حضرتك، وهو الولد يعني استوعب الدرس ان شاء الله، هو الولد لانه ده مستقبل المصري، الولد امكانياته عاليه جدا زي ما انت قلت حضرتك، عايز شويه تركيز وعايز شويه طموح، ان هو ان انا مش خلاص، لا عايز طموح اكتر من كده، عايز اوصل لاحسن من كده، عايز العب في اكبر نادي في العالم. ده هو ده الطموح اللي لو عنده ان شاء الله الشناوي ممكن يوصل لاكبر نادي في العالم يلعب. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا كابتن زكي، توفيق يا كابتن ان شاء الله.
كابتن نروح يمكن قدامنا قربنا موضوع